واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه أسفرت خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي عدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 117 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 4052 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 12 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 98200 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8863 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 2258 طناً و16 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 111 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت 1634 طن و495 كيلو أقماح. كما تم ضبط 16 قضية في مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 53 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 1778 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 131 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 118 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 90 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 3 قضايا في مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت 20 طن. كما تم ضبط 4 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر في مجال مواد البناء بمضبوطات بلغت 95 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 309569 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 70951 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4682 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 237 سائقا منهم. كما تم المرور على 179 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 617 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 10 سائقين. كما تم فحص 430 مركبة وتبين عدم وجود مركبات مخالفة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 407 سيارة و54 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 14020 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 591 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 93320 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 87,436,000 جنيه.
وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 333 قضية، من بينها 206 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و127 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 93 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 128 مليون و300 ألف جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2721 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 5 مليار و744 مليون جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13 مليون و562 ألفا و53 جنيها.